نتكلم على أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك مع الأستاذ مصطفى جويلي والأستاذ عمر الأيوبي. أرجع للأستاذ عمر الأيوبي، ويمكن الأستاذ مصطفى بيتكلم في أكتر من نقطة مهمة جدا، ولعل الحديث داخل نادي الزمالك زي ما أنا بقول داخل الجمعية العمومية والجماهير الكل يتحدث عن هذه الأزمة وتداعياتها على الأنشطة الاجتماعية وعلى الفرق الرياضية داخل نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كلام استاذ مصطفى يعني كله كان واضح طبعا في الازمه بشكل عام، لكن لازم الناس يعني الجمهور اللي هو في الشارع وفي السوشيال ميديا لازم تبقى فاهمه القصه. مش قصه دلوقتي خلاف بين استاذ ممدوح عباس وبشار طمس، دلوقتي انت بتتكلم في كيان مهدد بالانهيار فعلا. انت بتتكلم في انشطه في النادي مهدده بان هي تقف، ودلوقتي ابتدت يعني توابعها في نتائج المباريات وفرق كتير انت افضل وبتخسر فيها بسبب حاله التوتر اللي موجوده بين الصفوف الفرقه ديت بسبب عدم صرف الرواتب، بسبب ان اللعيبه خايفه من العقود، عندك انشاءات عندك واقفه ما فيش حاجه بتتعمل فيها زي الاول، وانت كنت دايما كل شويه شغال في انشاءات بشكل مستمر. عندك برضو في نجوم كوره ممكن يرحلوا ونجوم العاب اخرى ممكن يرحلوا، الصفقات اللي انت دايما كنت طول الوقت شغال على الصفقات في كل الالعاب كل ده بقى واقف ومهدد باللقاء. احنا دلوقتي مش هقعد بقى اتكلم بقى اقول بقى دلوقتي ايه الدكتور اشرف صبحي او اتكلم، لا لا لا، احنا دلوقتي هنتكلم بشكل واضح ونقول اوضح اكتر ماشي. وهو اللي انت كل ما هو يعني مؤسس ده نسبه ده مؤسسه وكيان في مجموعه تدير اداره النادي، في مجموعات سابقه وناس رموز ومسؤولين سابقين في نادي الزمالك، في نجوم كوره ورموز تاريخيين في نادي الزمالك في كل الالعاب، دول مطلوب منهم ان يتكاتفوا كلهم خلف نادي الزمالك، كلهم يقفوا يتكلموا في ازمه الحاجز على نادي الزمالك. جماهير السوشيال ميديا وجماهير اللي هي في المدرجات وجماهير بشكل عام لازم كلها تقف جنب اداره النادي وتتوحد في ازمه كبيره جدا بتهدد نجاحات النادي، بتهدد احلام النادي. انت لما تيجي تتكلم معلش نكون واضحين اكتر، كل ما الزمالك بيكسب بتلاقي الناس في الشارع ولابسه تيشيرتات، وبتلاقي النجوم اللي معاك واللي مش معاك منتشرين في القنوات العربيه والقنوات الخاصه، وبياخدوا فلوس وبياخدوا دولارات وبياخدوا وياخدوا وياخدوا، كل ده بسبب نجاحات النادي. النادي لو ما بينجحش وما بياخدش بطولات مفيش حد هيبص لحد خالص، مش هيكون موجود، هتلاقي ترجع لحاله السكون والركود اللي كانت موجوده وما تلاقيش الزملكاويه موجودين في الشارع، ده اللي بتتكلم فيه. انا اتمنى ان انت عندك نجوم الزمالك كتير جدا، اختلف زي ما انت عايز مع مرتضى منصور او اختلف مع اداره النادي او زي ما انت عايز، لكن اقف في ظهر النادي في ازمه كبيره جدا، زي ما بتشوف انديه ثانيه بتقعد تتكلم وتقول لك في ظهر النادي، ممكن كل حاجه. وانت شفت بنفسك وعارف واصحابك كتير اهلاويه في ازمات كتير للنادي الاهلي، وتلاقي يقول لك احنا في دعم في ظهر الاداره، بندعم الاداره، ممكن يبقوا مش مقتنعين بمستوى الاداره ولكن ده موقف مع كيان ومؤسسه، وده المفروض اللي يكون موجود في مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك، نجوم نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك، فين الرؤساء السابقين قبل نادي الزمالك؟ فين اعضاء في مجلس اداره واعضاء في لجان؟ هو انت كنت مثلا معلش هو انت كان عندك خلاف الناس اللي جت في لجان قبل كده؟ في منهم بعضهم رموز، في بعضهم جه بالصدفه، في بعضهم جه بعلاقات، لكن في الاخر هو خلاص قاعد في محل الاداره. دلوقتي انت موجود بتشوف الازمه وقعدت على الكرسي قبل كده وعارف ان في رواتب وعارف في عقود وعارف وعارف، المفروض يبقى ليك دور وتتكلم فيه. كل الناس اللي هي بتتقمص دور المعارضه، ما انت عندك معارضه مع اداره نادي لكن ما عندكش مشكله مع كيان نادي لازم تحافظ عليه، صح ولا غلط؟ لا، الناس كل دي لازم يتكلموا، مش انت واخد مستني النادي يقع او انت بتتفرج على ماتش عشان الفرقه تخسر، ما انت بتخسر الجماهير اللي بتتحرق. جماهير النادي برضه لازم تستوعب الموضوع مش مشكله شخصيه بين اثنين او بين ثلاثه او لا، دلوقتي بنتكلم في كيان مهدد ان هو بالفعل ينهار، وده لازم الجماهير تقف على الاقل رجل واحد خلف اداره النادي، اداره النادي في موقف في ازمه طبيعيه، ممكن تلاقي مستشار مؤتمر متوتر في بعض الحالات، ليه؟ لان هو اللي حاط ايده، لان هو الاكثر خبره في الموجود في الاداره دلوقتي. وانت بصيت في مجلس اداره الزمالك اثنين او ثلاثه بس هم اللي عندهم خبرات والباقي معظمها وجوه جديده مستشار بيدفع بيها، هو اللي شايل الموضوع دايما مركز فيه. هتلاقي مثلا امير مرتضى ممكن يكون قافل على الفرقه، لكن انت بتتكلم برضه باللعيبه مهما هتقفل برضه اللعيبه بتفكر في مستقبلها وبتفكر في حياتها. انت ما عندكش مشكله ولازم الجميع برضه تبقى مستوعبه حاجه، انت حتى الان هي ليه الناس، انا سمعتك وانت بتتكلم في المقدمه، انت حتى الان انت بطل الدوري، انت بطل الكاس، انت اللي كاسب كل البطولات، انت اللي عندك افضل لاعبين موجودين، عندك افضل لاعبين مميزين في كل المنتخبات مميزين عندك موجودين، يعني انت لازم تحافظ على الكلام دوت، ما تسيبش نفسك للاستسلام، لا اقف مع فريقك ودعم فريقك لما يكون عندك ازمه، ونتكلم بشكل واضح. احنا لازم يعني انت في قناه الزمالك لازم تقعد تدافع عن كيان الزمالك، تدافع عن قضيه نادي الزمالك، مشكله الزمالك القائمه حاليا هي ازمه الارصده دي، لان دي انت بتتكلم في كيان وبتتكلم في قضيه حياه وموت بالنسبه للنادي، لازم كل الناس تتكاتف حول الاداره ولازم يبقى ليها موقف لدعم الاداره في الازمه ديت.
ولابد مرموز النادي كلهم بقى يختلف زي ما انت عايز بقى مع مرتضى منصور وما تختلفش معاه، لا انت تقف خلف الكيان عشان تقف مع الازمه دي. انت دلوقتي ما تحطش يا عم صورتك مع منصور، حط صورتك مع صورتك على الزمالك وقول احنا عندنا مشكله لازم يبقى فيها حل. اضغط زي ما انت بتتكلم فيها، هل ما فيش نجوم ولا رموز كتير جدا لهم علاقات بالاستاذ ممدوح عباس؟ لا بالتاكيد فيهم. يا عم اختلف زي ما انت عايز، لكن حل المشكله اللي انت فيها دي مش عشان رواتب اللعيبه بس، مش رواتب الموظفين بس، انت برضه في مدربين ما تقبضش. ازاي؟ صح ولا لا؟ عندك لعيبه بتلعب ما برضه عندهم التزامات وعندهم وعندهم وعندهم. في ناشئين صغيرين عايزين لبس في فرقهم وعايزين امكانيات وعايزين وجبات وعايزين كل الكلام ده فين؟ مش لا ما لازم الموضوع الناس تبقى فايقه، الموضوع مش قصه دلوقتي مشكله شخصيه، بتتكلم في كيان مهدد بالانهيار. تمام.